مرحبا. أزمة جديدة شهدها الوسط الفني المصري ما بين الملحن عمرو مصطفى والمطرب رامي صبري بسبب أغنية يمكن خير اللي غناها صبري وحققت ما يقارب من 30 مليون مشاهدة قبل ما يحذفها اليوتيوب بسبب اتهامات عمرو مصطفى له بسرقة اللحن من أغنيته رأسة واللي نزلها قبل سنة تقريبا، وطلب منه يثبت أنه أشتغل على يمكن خير قبل تاريخ نزولها من كم شهر. رامي لم يتردد في الرد على عمرو مصطفى مؤكدا أن الأغنية راح ترجع وأنه اللي صار أمر غير لائق. يمكن خير مقسوم تمام 20-19 6:12 دقيقة بالليل 22 أكتوبر 2019 يعني من حوالي 3.5 سنين. هو أغنيته نزلت 2020-2022 وأنا أغنيتي نزلت 2023 تمام كده. أنا أثبتت بالفيديو زي ما عمرو مصطفى كان عاوز، والكلام ده هيتقدم لليوتيوب. أعمال جديدة عديدة يعود بها الفنان محمد الشعيبي واللي أصبح مخرج رسمي أيضا بعد ما حصل على بطاقته من هيئة الإعلام المرئي والمسموع وأعلن استقراره في جدة بعد سنوات طويلة قضاها في الكويت. يعني هو مو تركت الكويت، يعني في زيارات إن شاء الله حق الكويت، لكن ما أني بالنهاية أنا سعودي، الفرصة لي هنا أكثر حتى كشغل رسمي كخارج. يعني خذيت أنا الحمد لله خارج السينمائي من المرئي ومسموع وخارج تلفزيوني غير التمثيل، وفي شيء أنا من زمان أبي أوصل له يعني له السينما. هو أنا عندي الفن، هو الفن واحد والفن مكمل الثاني. أنا أساساً دبلوم محد موسيقى يعني هم ما له شغل بالتمثيل، فأحس هذا جمع مع التمثيل اللي أنا حبه وجمع مع اللي هي على قولتهم 22-23 سنة خبرة في الأعمال الدرامية والمسرحية مع مخرجين كبار، خلت فيني خلاص في على قولتهم خبرة منهم، وسويت الخط الخاص فيني في الإخراج. أنا عندي نوع معين من الأغاني قاعد أسويه وشايف الناس حبته، وهو وناسة شوي بعيد عن الحزن هذا، ففي فكرة إن شاء الله في مجموعة أغاني بتصير يمكن 6-7 أغاني وتنزل مع بعض إن شاء الله، وهذه فيها خطوة ثانية حق السنة اللي بعدها. بدر يعني قبل لا يكون قبل لا أقول أخوي هذا أعتبره ولدي ابني على قولتهم. يمكن أول مرة دخل الفن في 2003 أنا سحبته معي، وسبحان الله يعني دخل بالغنى اسمعه وهذا وفرض موهبته، وهو ذكي طور موهبته قام يفكر وينتج ويشتغل. تبنى الكاتب عبد الخال مشروع مستقبل الثقافة من هنا، حيث كان قبل أيام أول تجمع لأعضاء الفريق في جمعية الثقافة والفنون بجدة للحديث عن كيف يمكن الخروج من البدايات السينمائية، علما أنه هذا المشروع لا يقتصر على حقل فني واحد أو مدينة واحدة أو نفس واحد، بل شامل لكل أنشطة المبدعين. أول شيء مشروع خاص حب، يعني ما هو بيزنس، لا مسألة حبية يعني النكف على أي نقطة تثير خلق الأسئلة. أنا من أرى إنه الإجابات سجن، السؤال هو جناح ينطلق دائما في دون الحاجة إلى أقفاص، فحب الأسئلة لذلك لن يكون هناك إجابة. والفنون ليست مهمتها الإجابة، مهمتها دائما خلق الأسئلة، فخلينا نسأل فقط. نستكمل مع أنباء حصرية عن عودة شبه مؤكدة لمسلسل اختطاف بجزء الثاني بعد نجاح كبير حققه الجزء الأول من العمل، واللي لعب بطولته إلهام علي عبد الإله السناني وخالد صقر ومجموعة من الممثلين. عرفنا في كواليس أنه تم الاتفاق على العمل لكن لم تتم الكتابة بعد، ولا زالت التحضيرات في المراحل الأولية. عايشة حياتها بالطول والعرض، لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.